سنة أنا خليت لك بار القمر بينها والطيارات. طيب ولي يقول لك إني أقدر أرسم الشيء اللي أنت تخيلته ذا كله. أنا أقدر أرسم الشيء هذا كله. والله تتجمع. برسم لك الطيارة وسط أي الشمس. حاجة فيها قمر، أي حاجة فيها قمر. ترى رسام. أنا برسمها لك. ترسم. اللي أنت تقول الطيارة تمر من إيش؟ من نظاء صح؟ القمر. خلاص. اعتبرها واصلة. سلام الرحمة. سكر النور. الشيخ معك الشيخ. الشيخ أنا. معكم المحامي هيزاء. يلا حيه. الله يبزيك. يا أهلا مرحبا. والله شان حظ لي بتحامدونا. أنا المحامي تبع المتسابقين جميعا، يعني أي شخص يقع في مصيبة سواء جوالي محمد سعد أنا مستعد، يعني الله لا يجيب المصايب أطلعه من هذه الجريمة هذه، وأنا مستعد إني أطلعك مو بخصم، أرقيك نقاط. كفو. هون شفنا النظارة. ها؟ القضية من كم؟ لتواصل الإعلانات مع متسابق اللي معكم الدب السمين أسامة الشمري. عندك رقم؟ عندك شيء تواصل معي فيه؟ سجل عندك 05 والباقي عليك. يعني معك جوال انت عبد الرحمن عصيمي. والله خطفه. كيف استدرجك؟ استدرجك والله مجرم معي. أفو. والله طحت في الفخ يا محمد. طال عمرك ما معي. والله ما معي. معك؟ طال عمرك ما معي. ما معي لان اليوم بيحضر تركي الدوسري، فيعني اي شخص تعيد المحامي انا ما عندي مشكله. مستعد 500 بس. انا تركي الدوسري ضحك كل ما ضحكت واعطانا النقاط كل ما ضحك. انا مستعد يعني اليوم اخليه يختص من الضحك. خاف بتسيك المره الجايه انتبه. ها؟ لا اعطاني اذا خصم علي ابضحك. شكرا لكم. الله يحييك. شكرا لك. اتمنى يعني تنشروا لي. عفوا ولك. انشروا لي. مع السلامه بدون الى اللقاء. هذا التركي صرفوا البزنس اللي حولك انا راح اجيب لكم العيد. تركي مو الدوسري. تركي لا دوسري. سلام الرحمة. مرحبا. زين. الله يزين ايامك. الله يزين ايامك. زين ايامك. شكرا. عفوا. رحت شفت هذا؟ شكرا ولكم. رحت شفت هذا؟ بطارية؟ ايه غيرت بطارية. الطنطنة من عندك؟ ايه. والطنطنة من عندي بطارية. عندي حبة واحدة. روح غير. تعال حرام منك عشان اقول قسما بجلال الله. والله احنا جزء. لا انا مشكلة البطارية اللي عندي. انت بوشي. طلع غير البطارية. شو والله يا جلسة عصر. ابا النفار. انت معنا يا نايف عصر؟ ما يسمعك. نايف؟ انت معنا عصر؟ قريبين من المطار وين؟ معكم وين؟ الجلسة في الزاوية. هذا المطار هنا. فهد. من تقهوى. يا اخي شوف طائرات ما شاء الله. تلقى الصايد والعلوم قاعدين نسولف فيها. ليش تعلمون مكانكم؟ طلع الميكروفون عندي يخرب. علم مين؟ ما ادري اعدادات لحقه. ما قلنا معكم العصر ولا قلنا شيء بس المطار هنا. سوالفنا طقطق ذيك كلها ما جا منها. بالله عليك. شوف سعد خطركم بس. اي والله. من اول ومن تالي. اصلا مشاهدك وسعد خاطر يا حبوي. رده. يا اخي تذكرني بعلامي اماراتي انت بالشخصيه. خذ خصم وطلعه. خذ خصم وطلع روحك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع روحك يا الأمير. الحين طالب تركي الدوسري بخصوص المايك، أن المايك نرجع محور حديثنا. معكم المحامي هيزار، محامي خاص بجميع المتسابقين. أنا مستعد أطلعك بقضية من الموجب إلى السالب. يعني هذا قضية راح تنجيك من البرايم. صدقني صدقني يا محمد. يمكن انت يعني اكثر خصميات. ممكن اطلعك الحين رقيك 500 نقطه. اعلان جدا 500 نقطه من عندي. يعني الحين انت تنبه الناس ان زعزعي اكثر خصومات اكثر نقاط لكن اكثر خصومات. شلون انا بمناسبه اليوم هذا انا اتمنى يعني تسحبون من نقاطي 500 نقطه تهدون لاخوي محمد. لا والله الزعيزعي. اتمنى بحكم اني محامي، المحامي هزار للتواصل والاعلانات، التواصل مع المتسابق اللي معكم. السمين شو اسمه؟ من؟ السمين اللي معكم. سمين؟ سمين معكم متسابق. اسامه؟ إيه إيه. حبيب الكل. حبيب الكل. الله يبيض وجهك. وجهك. انا المحامي حقه ومحامي جميع المتسابقين. هو رشحني قال لي يعني زي ما انتم عارفين. يعني اي قضيه يعني محمد عندك قضيه مثلا وش القضايا اللي مريت فيها ممكن اطلعك بها؟ ما بيحزن على احد. ما تبي تحزن؟ أسامة يناديني. هذه قضية تطالب الاستئناف، أن القضية هذه ما نقدر عليها، أنك أنت يا محمد حبيب الكل. هما كنت محامي. محامي لكني ما أقدر. خلاص. إذا أنا محامي بزعل.
سجلت عندها عبد الرحمن عصيم قال كم رقمك؟ قلت فانت اكيد معك جوال. اها والله انك خطير. مثلا جاني عالق خاص انا بنشر لك معناته انه معه جوال. صح صح ولا لا؟ وش شهادتك في ال شهادتي اولى ابتدائي. لا مو اولى ابتدائي معليش. بكالوريوس. متوسط. متوسط منزلي. بعد. نعم. نعم. انا اتمنى يعني ودي انا اتنازل تبغى اسمعك كم دقات قلبي انا متنازل انا ترى انا قلبي ترى كبير قلبي كبير انا يا جماعه فبسمعك كم دقات قلبي فندق ها أه؟ قلبك فندق تقدر تقول لا مو فندق ما ابغى غرفه واحده بالله كيف ما قلعتك الا خلني اسمعك انا اتمنى من جميع المتسابقين كاريزما يحضرون عندي هنا في هذا المجلس وانا يعني راح يجون اتمنى انا بخرج المتسابقين بدقات القلب حق تركي الدوسري يحضروا حضر الاول جاهم الخبر مرحبا بك هلا والله اخوي ابن نفال كويس ارحب يا ابو نفال جاكم الخبر يعني جاكم الخبر؟ جاكم الخبر؟ ما ادري والله. انا خل. كافي خل. كافي. انا عندي محزن مليان. والله هذا صراحة صدقت. تكلم. الله يبيض وجهك. فلازم حمد يبتسم حزين من الشتاء بالله عطرها خصم على عبد المجيد بن نفال 100 نقطة للعبه بمشاعر الآخرين يلعب مشاعر الآخرين المشاعر مضروبة يا رجال أنت ما عندك مشاعر أنت كلك عبد المجيد أنت زي القضية حقتك حقت الهروب أنا ممكن أساعدك أخذ لفة ويجيك تمام يا نسيم الليل سلمني على اللي ما نسيته بلغه شوقي وبشرني لعله ما نساني